الاكتفاء الذاتي في قبال الكفار مطلقا. اكو تروح للجمعية، اكو هنالك جبن مال فلان بلد غربي، واكو جبن مال فلان بلد اسلامي بلاد المسلمين. لماذا واحد يشتري هذا الجبن؟ خلي يشتري هذا الجبن. الآن بعيدا عن قضايا الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة والإنفحة، ما علينا بهاي الأشياء. إحنا لماذا ما دام توجد بضاعتان، بضاعة أجنبية وبضاعة إسلامية، ليش واحد ما يشتري هاي البضاعة؟ واحد يقول أن ذاك أطيب، أن ذاك أجود. الوالد له كلام لطيف يقول إذا واحد عنده ابن شوية مو حلو وابن الجار حلو، يطرد ابنه بالشارع يطلعه ويأخذ ابن الجار. صحيح هذا المطلب؟ هذا ابنك بالنتيجة، حلو يكون أو مو حلو، يجب أن تتعايش مع ابنك. هسه نفرض أن هذا القماش من البلاد الإسلامية جيد ومن البلاد الأجنبية أجود، ما يخالف. بالنتيجة هذه تتعلق بنا، تتعلق بأخ لنا في الدين، أخونا هذا. الأفضل واحد يدعم أخوه أو يدعم عدوه وعدو الله، ياهو منهم، وهذا أفضل. بعدين احنا ما دمنا محتاجين الى الكفار، احنا اسراء بايديهم، احتج الى من شئت تكن اسيره. حتى اذا واحد يحتاج الى الخدامة بالبيت، خدامة اليوم تريد تطبخ غدا، انتو تردون الغداء في الساعة الثانية، فاليوم تتأخر لازم تقعد تنتظر. اذا تحتاج الى سائقك يوم من الايام نايم او ما هو لازم تنتظر. يعني حتى اذا واحد يحتاج الى خادم يصير اسير لذلك الخادم. ما شايفين هذا الشيء؟ إذا واحد اعتمد على البلاد الأجنبية في القماش والجبن والحنطة والتمر وما أشبه ذلك، يصبح أسير بأيديه، يتلاعبون بنا تلاعب.